بسم الله الرحمن الرحيم. للحصول على برامجنا وأيضا كيفية الاشتراك في المكتبة الإسلامية، أولا قم بالدخول على متجر الأبل، ثانيا اضغط على خيار البحث في الأسفل، ثالثا اكتب في خانة البحث في الأعلى المهدي مسافة a.t.f وستظهر لك برامجنا. للاشتراك في المكتبة الإسلامية، أولا قم باختيار المكتبة الإسلامية من القائمة، ثانيا قم بتحميل البرنامج، ثالثا قم بتشغيل برنامج المكتبة الإسلامية، رابعا اضغط زر المتجر أعلى اليسار، خامسا اضغط زر الاشتراك، سادسا اضغط زر التأكيد واتبع التعليمات بالموافقة على جميع الشروط. بعد نجاح عملية الاشتراك اضغط زر المكتبة للدخول على المكتبة وتحميل ما تشاء. مميزات المكتبة: أولا تحتوي المكتبة على أكثر من 4000 كتاب من جميع الفرق الإسلامية وغيره. ثانيا يمكنك البحث عبر المكتبة باسم الكتاب أو المؤلف. ثالثا يمكنك تغيير الإعدادات للكتاب حسب ذوقك الخاص، على سبيل المثال تغيير حجم الخط، تغيير لون الخط، وتغيير لون الخلفية. رابعا البرنامج متوافق مع الآيفون والآيبود والآيباد.